المربعات المائلة. درسنا لليوم من الكروشيه هو هذه المربعات السهلة جدا والجميلة جدا، والتي أشتغلها مباشرة على التوب دون الحاجة إلى أدوار سابقة من غرز الحشو. عندي هنا أكمام لجلبة أو قفطان جاهزة، هنا عندي لغلي رهديز جاهزة للاشتغال. أحتاج إلى كروشي رقيق 0.6 مليمتر أو رقم 12. أستعمل دائما كروشي رقيق لأنه يسهل علي عملية إدخال الكروشي في التوب، وبالتالي يسهل علي عملية سحب الخيط من خلال التوب. أحتاج إلى خيط الحرير. الحرير هنا كنخدمو على 4 شعرات نيت كما هو. ممكن نبدأ على بركة الله، أبدأ دائما من جهة ملاقية ديال التوبين. هنا أبدأ ألف الخيط مرتين على الكروشي، ثم أدخل الكروشي في حاشية التوب على بعد تقريبا 1 مليمتر، ثم أسحب الخيط من خلال التوب. أسحب الخيط من خلال الحلقتين الأوليين، الحلقتين الثانيتين، ثم 3 سلسلة. بعدها أشتغل هنا عند أول حلقتين 2 عمود، ثم أضيف أعمدة حول العمود الأول. واحد، جوج، 3. أضيف عمود رابع بهذه الطريقة. خيط البداية دائما أشتغل عليه لأخفيه دون الحاجة إلى استعمال الإبرة. هنا سأشتغل عمود على في التوب على بعد تقريبا 1 سنتيم. ثلاثة سلسلة، 1، 2، 3. بعدها انتبهي، سأدخل الكروشيه من وراء العمود ومن وراء الخيط البداية. هكذا أشتغل حولهما، 1، 2، 3، 4. 4 أعمدة. أنتقل إلى المربع الثالث. أشتغل عمود في التوب على بعد تقريبا 1 سنتيم، 1 عمود 3 سلسلة. ثم أشتغل مرة أخرى 4 أعمدة حول العمود الأخير الذي أنجزته للتول وخيط البداية. 1، 2، 3، 4. هكذا أكون قد اشتغلت المربع الثالث. عشان سأسحب الخيط. أنتقل إلى العمود الرابع على بعد سنتيم مرة أخرى. سأشتغل 1 عمود 3 سلسلة وأشتغل حول العمود الأخير وخيط البداية. 1، 2، 3، 4. هذه الحاشية سهلة جدا، أنصح بها كل مبتدئة. فقط يجب الانتباه إلى المسافة بين الأعمدة، الأعمدة التي تشتغل على الثوب.
يجب أن تكون المسافة بين هذه الأعمدة أن تكون متساوية. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. هذه الحاشية سهلة جدا لأنها تحتوي فقط على واحد سطر، ثم النتيجة رائعة جدا وجميلة جدا وتتلائم مع عدة موديلات من الكروشيه، وأنيقة جدا تصلح إلى تزيين الملابس التقليدية المغربية وغيرها من الملابس الشرقية كالعباية والجلابية الشرقية، كما تصلح إلى تزيين مناديل صفرة أو وغيرها من الأكسسوارات. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. هذا الخيط يكفي هذا القدر من الاشتغال عليه. سأنتقل الآن إلى الاشتغال مباشرة. بالنسبة للمبتدئات اللواتي لا يستطعن الاشتغال على خيط البداية، يمكن تركه إلى الآخر ثم تدخلينه بإبرة الخياطة، تستمرين هكذا على طول الكم أو أي قطعة أنت بصدد اشتغالها، ثم في الآخر سأريك طريقة التلصيق نهاية السطر مع بداية السطر. أنا الآن أشرفت على النهاية، أشتغل بآخر المربعات. أدعوك إلى مشاهدة الفيديو إلى الأخير. سأقترح عليك في الأخير بلاي ليست أو سلسلة لحواف مماثلة لهذه، أنصح بها المبتدئات، سهلة جدا في الإنجاز وجميلة جدا، تليق بالملابس وبأي شيء تريدين تزيينه بحافة الكروشيه. إذا أعجبك هذا الفيديو أطلب منك مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء منها المتعلقة بأشغال اليدوية أو الأعمال اليدوية أو غيرها، كإنستغرام، فيسبوك، بينترست، تمبلر، كرافتي إلى غيرها. هنا سأنهي عند أول سلسلة بدأت بها هنا، سأنهي بغرزة المنزلقة هنا، وهكذا أكون قد انتهيت. سأقطع الخيط وأحصل على النتيجة التي تشاهدونها الآن. بعدها يجب أن تمري إلى مرحلة الكوي. الكوي مهم جدا لكي تحصلي على نتيجة جميلة ومتقنة. أتمنى أن يعجبك هذا الفيديو. السلام عليكم وإلى اللقاء.